طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أولى ساعات النهار يوميا رح نلتقيكم من خلال برنامجكم اللي بيشحنكم بالطاقات الإيجابية، برنامج طاقات بلا حدود. فعلشان كذا كل يوم بقول لكم كل الأشخاص الإيجابيين والأشخاص اللي بيبحثون عن هذه الإيجابية، وأيضا كل الأشخاص اللي بيحسون أنهم أشخاص سلبيين، أبد لا تزعلون لا تتضايقون. كل اللي عليكم بس يوميا على ألف ألف أف أم على الموجة السعودية 101، حطوا بهذا التوقيت بهالحزة من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا على طبعا اسمعوا البرنامج طاقات بلا حدود، إن شاء الله رح نغيركم ورح إن شاء الله تكونون أيضا معنا أشخاص جدا إيجابيين. معايا أنا أمين العبد الله وأيضا زميلتي رشا أندجاني من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. وقبل ما نبدأ حلقتنا لليوم خليني أذكركم أن لقاءكم لقاء الخميس للموهوبين، رح يستضيفون المنتخب الوطني للأولمبيات العلمية واللي شرفوا الوطن بأمريكا وماليزيا بقاعة الفريدة للمناسبات والمؤتمرات بالرياض إن شاء الله بكرة الساعة 9 المساء 10 سبتمبر. يعني لازم صراحة كلنا نروح نحيي طبعا الشباب هذول اللي فازوا ما شاء الله واللي شرفوا بلدنا بالخارج، لا تتركونهم حيوهم. أيضا لقاءكم لقاء الناجحين لقاء الخميس قصة نجاح جديدة، المرة هذه رح تكون بالجوف، رح يستضيفون الأستاذ عبد العزيز الرويلي مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الجوف بكرة الخميس الساعة 8 بديوانية مشكال. مش فقط رح تسمعون وتستمتعون بقصة نجاح، لا رح أيضا يكون بانتظاركم الكثير والعديد من الجوائز، وفالكم يا رب هالجوائز. بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون معنا طبعا ضيفنا الدكتور نضال عطا، واليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم جدا جدا مهم، يمكن لأول مرة بيحدث بالمملكة. اليوم راح نتكلم عن الاستثمارات أو فتح السوق أمام الشركات العالمية، واللي يمكن تطرقنا له ببرنامج جدار على سلسلة من الحلقات. أول شيء مساك الله بالخير دكتور نضال. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا بك أخت أمينة، وحياك الله معي بطاقات بلا حدود. الله يبارك فيك. إن شاء الله حلقتنا اليوم بما أن فيها استثمار أجنبي وفيها أكيد حيكون فيها فرصة وظيفية حيل وايد، نقول إن شاء الله طاقة إيجابية مرة كثيرة إن شاء الله. مش بس طاقة إيجابية، فرص وظيفية، منافسة في السوق، التأثير على الأسعار بشكل إيجابي، أهم نقطة بالنسبة للمواطن السعودي 100%، هذه أكيد. أهم نقطة يضاف إلى ذلك، والأهم في اعتقادي أنا هو رفع مستوى الخدمة في السوق السعودي في جميع القطاعات الصناعية والصحية والبنكية والعقارية أيضا. نعم، أنت لما قلت أنا كنت حبدأ معك بسؤال الفائدة اللي رح يعني نحصل عليها سواء كنا إحنا كمواطنين أو لما نفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، بس أنت قلت شغلة مرة مهمة أبغى أدخل منها صراحة على حلقة اليوم يا دكتور نضال. أنت قلت الجودة اللي رح تقدم، إحنا بنعرف أن السنوات اللي طافت يمكن السوق، مو بس السوق السعودي ولا السوق الخليجي، السوق العالمي كله انغمر بمنتجات صينية رديئة الإنتاج الجودة. هل معناته أنه ممكن مستقبلا نحصل على منتجات بالعكس العكس يكون اللي كنا زمان المنتجات اللي جودتها جدا عالية نرجع نحصل عليها؟ طيب بس خلينا أصحح معلومة عشان تكون أدق فهما للناس. بالنسبة للمنتجات الصينية، نعم منتجات صينية، في منتجات قليلة الجودة أو ضعيفة الجودة بسبب رخص أسعارها، وهذا طلب السوق أو احتياجات السوق. لكن أيضا في الصين في منتجات منتجات جودة عالية ولا وما زالت أسعارها تنافس السوق، ولا إن السوق الصيني أو المنتج الصيني بيحاول إنه يوصل منتجه كجودة وكسعر إلى المنتجات العالمية، ولكن هذا صعب لأنه الخامات والصناعة الأوروبية أو العالمية بتاخذ شغل عالي، بتاخد تقنية عالية، بتاخد استخدام مواد أفضل أفضل ما هو موجود في السوق. حلو. أكيد حتشوفي في السوق القادم حتشوفي المنتجات الأمريكية، حتشوفي المنتجات الأوروبية، حتشوفي
منتجات من مختلف مدن العالم، أكيد حيصير في خيارات أكثر. حلو. حيصير في السوق مفتوح أمام القادر على إنه يتعامل مع السلع الأوروبية والقادر على إنه يتعامل مع السلع الأخرى. جميل. طيب. فأعتقد إنه أكيد إن هذه واعد، مستقبل واعد بالنسبة للسوق السعودي. جميل. طيب خلينا نروح لهيئة الاستثمار السعودية. قبل ما كان في هيئة استثمار مثلا سعودية بتدخل مع الشركات الأجنبية، تدخل من خلالها ضوابطها قوانينها، وش اللي فرق ما بين هيئة الاستثمار السعودي السابقة مثلا أو حيفرق الآن دكتور نضال؟ كان في هيئة الاستثمار السعودية اللي هي ساجية، هذه الهيئة لها حوالي فوق العشرة أو 12 سنة. هذه الهيئة كانت لها أنظمة ولها شروط ولها ضوابط معينة معنية بأنه الشركات الأجنبية التي تبى تدخل السعودي السوق السعودي كمنفردة أو مع شريك سعودي كان في ضوابط معينة، كانت في نظم معينة، كان في شروط معينة للدخول. لكن حقيقة خليني أتكلم بشفافية لمصلحة العامة وليس للنقد، إنها لم تنجح هذه الهيئة مع في التعامل مع الشركات الأجنبية، ولم تنجح في استقطاب الشركات الأجنبية. حلو. تتوقع أنها رح تقل مثلا القيود الشروط هذه ممكن تقل، خلينا نقول، أو أنها تتغير تتجدد؟ الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحفظه أكيد مما لمس بأنه فشل أو عدم نجاح، بلاش نقول فشل، عدم نجاح أو عدم الانسجام بين الشركات العالمية وساجية السابقة أو اللي هي ما زالت موجودة، فشلت أو عدم نجاح هذه المحاولة، أكيد طرح الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بهذه الصورة فتح السوق أكيد عنده رؤية وعنده ضوابط أو عنده آلية معينة حيطرحها للشركات دي لتسهل مهمتها، فتح السوق بأنه يدخل الشركات في قطاعات معينة. أعتقد أنه حتى موضوع التجارة في التجزئة في الصحة في نشاطات كانت في كل شيء حيدخلون الاستثمار الأجنبي حيصير مفتوح أمامهم، كانت في نشاطات لم تقبل أو لم تقبل، مسموح لهم أو في بعض النشاطات مسموح لها ولكن برأس مالي 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 رأس مال عالي جدا. الطرح الجديد اللي طرحه خادم الحرمين الشريفين دخول السوق السعودي بدون بإلغاء كثير من القيود زي مثلا وجود شريك سعودي أو رأس مال عالي، ده حيسهل عملية دخول هذه الشركات إلى السوق وعمل ودخول شركات متنوعة، سيما في مجالات هامة نحن محتاجينها جدا زي الإسكان والصحة والصناعة والتجارة التجزئة والجملة في المنتجات العالمية. نعم. والمحلية. أنا يمكن قبل كم شهر دكتور نضال فتحت أنا هل أنت مع أم ضد، يعني قبل ما ينزل قرار إنه يكون في عندنا استثمار عالمي أسوأ بدولة الإمارات مثل دبي، يكون عندنا سوق مفتوح مثل دبي، استثمار أجنبي متاح، كان يعني ما بين المواطنين كان ما بين مؤيد وما بين رافض الاستثمار الأجنبي. إحنا الحين نبغى نعرف من حضرتك الآن شنو الفوائد اللي تتوقعها أنها تكون رح تجي على المواطن السعودي، خلينا نقول بالمقام الأول غير انخفاض الأسعار وغير الجودة، إيش اللي ممكن أنا أستفيد كمواطنة سعودية من هذا الاستثمار الأجنبي؟ في تخوف أكيد أنا متأكدة من التجار ومن المواطنين. شوفي يا أخت أمينة، أول شيء الجزء الأول من سؤالك هل نحن مؤيدين أو غير مع دخول الشركات العالمية وفتح السوق أو ضد؟ الحقيقة نحن اليوم أصبحنا عالم واحد، وان وورد، صحيح، العالم الكرة الأرضية أصبحت كلها منظومة تجارية واحدة. تأخرنا عن هذه المنظومة حيأثر علينا بالسلب في التوظيف، في مستوى الخدمة، في تنوع المنتجات، في فتح آفاق جديدة، مصانع جديدة، تجارة جديدة، استغلال موارد البلد الطبيعية. يا دكتور رضال، احنا الكل يمكن البنات حتى الصغار بيطلبوا لك اونلاين، بيدخلوا لك على مواقع بيطلبوا لك اونلاين، البضاعة بتجيك خلال اسبوع وهي عندك عند بابك، يعني ممكن الحين حتى هذه تلغى،
ممكن يجون يعني يفتحون عندنا ممكن يعني مستقبلا بعد كم سنه. انا انت تطلب انلاين، تطلب انلاين لانه المنتج ده مش موجود هنا. ايه بالضبط عشان مو موجود. بس انت ايش بتتحمل؟ بتتحمل تكلفه طبعاً. الارساليه، الوقت، بتقعد اسبوعين ثلاثه احيانا شهر حتى يوصلك البريد، فتح السوق يخليك تخرج من بيت، تخرج من بيتك تروح المحل تشتري المنتج اللي انت تبغيه وبسعر اقل. اكيد بسعر اقل لانه موجود عندك. حلو، ما تحاجة انك تجيبيه من برا. نعم، انا من الاشياء اللي قريتها انه راح يكون ايضا في يعني الشركات راح تقدم خطط تصنيع واستثمار، طبعا نقل التقنيه وتدريب وتاهيل وتوظيف الكوادر الوطنيه. اكيد اي شركات، اي شركات تبغى تدخل البلد في اي دوله، من البروتوكول ومن الواجبات اللي عليها انك انت تدخلي تبغى تصنعي فوائد، مكاسب ماليه لك، مقابل المفايد الماليه لك لابد ان يكون هناك فوائد للمجتمع او للارض اللي انت جالس بتكسب منها. طيب، زي تدريب المواطنين، زي ادخال نو هاو جديد يتعلموا ويتدربوا عليه المواطنين، هذه توظيف المواطنين. هذا فعلا عارف دكتور نضال، هذا ممكن يقودنا بكره الى اننا احنا حتى في المجال التعليمي يكون في مثلا مجالات تعليميه جديده ما كانت موجوده في المملكه حسب متطلبات السوق. مثلا الفرص الوظيفيه اللي حتكون متاحه يمكن في الجامعات عندنا ما تكون التخصصات هذه موجوده في مناهجنا، او التخصصات موجوده في الجامعات، ممكن بكره حتى التعليم عندنا يتطور بناء على الوظائف اللي راح تكون متاحه. استاذه امينه، دخول الشركات العالميه معناته دخول حضاره، دخول ثقافة، دخول نو هاو، دخول ناس خبرة، ده كله حينقل لك على أرضك. أنت مش بتتعاملي مع سلعة، وجود الشركة سواء في القطاع الصحي أو الصناعي أو التجاري، هدول الناس هتدخل بخبراتها على مدار مئات السنين، هتدخل بخبرائها، هتدخل بأفكارها الجديدة، هتدخل بآخر التكنولوجيا ما توصلوا له من تقنيات. ده كله انت بس انت هتحصل على، مش على منتج، انت هتحصل على ثقافة وحضارة كاملة تنتقل على ارضك. اكيد رح نطلع فاصل سريع او عقب الصلاة، يا رجع عقب الصلاة رح نرجع ان شاء الله مع مستمعينا الكرام سهل. بس خليكم معايا ومع المحامي والمستشار القانوني الدكتور نضال عطابي. اليوم نتكلم احنا عن موضوع طبعا الاستثمار او فتح السوق الاجنبي امام السعودية. طبعا كل أسئلتكم واستفساراتكم سواء كان في هذا الموضوع أو إذا كان عندكم أي سؤال ثاني في بالذات في مشاكلكم حياتكم المهنية حابين تطرحونه على ضيفي لليوم عبر الاسمس فقط مشتركين الاستيسي راح تكونون على 84 7700، وبالنسبة للخط هاتفنا اللي راح نستقبل اتصالات عليه على 012-61-61-100. وأيضا كل الشكر لكل أصدقائي عبر صفحتنا بتويتر واللي طبعا بيرتوتون لبرنامج طاقات بلا حدود، طبعا واللي أيضا أكاونت الدكتور نضال موجود عندكم آت نضال عطا، وأكاونتي أيضا آتمين العبدالله A3M4E. يحيى مبارك، بدر البدور محضرة ليا الحين يا بدر البدور، وينك الصباح؟ عبد الله الألمعي، علي سلطان، اتحادي 88، أمون الصقري، والزين محمد، جنيد بوزير، عبد الله علواني، عبد الله الرحيلي، ومحبة إذاعة ألف ألف أف أم. فاصل سريع فابقوا على طبعا إذاعتكم أثير الموجة السعودية ألف ألف أف أم. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بكل الخير وعساكم على القوة، رحب بكل أصدقائنا وأحبتنا اللي معنا من بداية حلقتنا لليوم، وأيضا كل اللي انضمونا بهذه اللحظات نقول لهم يا هلا ويا مرحبا فيكم. أذكركم مرة ثانية أن موضوعنا اليوم عن فتح السوق السعودي أمام الشركات العالمية، فتح السوق السعودي أمام الشركات العالمية. فكل اللي حابين يتواصلون معنا إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تطرحون على ضيفي لليوم المحامي والمستشار القانوني الدكتور نضال عطا، حابين تتواصلون مع الدكتور نضال بشكل مباشر سواء في موضوع اليوم أو في أي موضوع آخر، أي مشكلة
بتواجهكم. كل عليكم فقط انكم تتواصلون على الرقم 012-61-61-100 012-61-61-100 او عبر طبعا الاس ام اس. فقط الاتصالات راح تكون لمشتركين الاس تي سي على 84-77-00. يسعد لي مساك من جديد دكتور نضال. مساكي. حاخذ دحوم الحماد يقول: ما تشوف يا دكتور نضال ان دخول الشركات العالمية مع حضاراتهم تأثر على حضارتنا كمسلمين؟ هذا اللي كنا تونا نتكلم عنه تحت الهواء. نحن ما بنتكلم على فنادق سياحية وعلى ملاهي وعلى أماكن ترفيه، نحن بنتكلم على تجارة، على بزنس، على عمل، على تصنيع، على عمران، على تكنولوجي. إن إحنا أنت بتستقطب حضارة وفكر وعلم نتكلم عن موضوع اقتصادي بحت 100%. ما الملك عبدالله توجهه هو رفع مستوى نوعية الإسكان، رفع مستوى الصحة، رفع مستوى التصنيع، رفع مستوى التكنولوجي. احنا الناس دي ما هتيجي رجال بخبراتها بأفكارها ما هتقدر تجيب لك كل الفريق حقها بعمالها بموظفينها من أمريكا أو من بريطانيا أو من أوروبا. ناس دي هتيجي كوادر علمية أفكار، مضطرة إنها تستقطب من داخل البلد سعوديين خريجين عشان يقدروا يكملوا البزنس تبعهم. الخريج والسعودي والسعودية اللي هتشتغل مع الشركات دي في خلال 5 سنوات حيصير عندها نفس الفكر والثقافة والحضارة اللي كانت موجودة عند الشركة دي اللي لها 200 سنة بتشتغل عليها. صحيح. ده اللي احنا بنقول الفائدة للبلد وللتجارة وللاقتصاد. نعم. وللمواطن. أبو فهد ما الله يطولنا بعمره ويحفظه ما أخذ هذا القرار إلا بعد دراسة مستفيضة. مليون بالمئة. وأكيد إنه شاف إنه في مصلحة للبلد 100%. يحيى مبارك، الشركات العالمية اللي راح تكون في مجال التجزئة هل لها أن تعطي توكيلات من الداخل للقطاعات الراغبة في ذلك؟ حسب سياسة كل شركة. شركة بتعمل في تجارة التجزئة في السيارات أو في المواد الغذائية أو في الأثاث أو غيره، وعندهم سياسات إنهم يعطوا فرانشايز أو يعطوا وكالات بسيطة في مدن متفرقة. أكيد إنها حتمنح. نعم. وأعتقد إنها حتمنح لأنه ما في شركة واحدة حتقدر تغطي كل المملكة إلا إذا كانت شركة عندها الإمكانية. والله حلو، يعني ما أقدر أقول أسماء طبعا الشركات، بس حلو مثل ما ألاقي الشركة الفلانية والفلانية اللي كانت بأسعار مرة مبالغ فيها ألاقيها متاحة أمامي أقدر أني أشتريها. أكيد. رح نفتح الاتصالات نقول بسم الله، نأخذ أول متصل معنا فارس من الرياض. يسعد مساك يا فارس. فارس، ألو يا فارس، ماكو. طيب طبعا الأولوية رح تكون اللي على الاسم اس. أنا أعمل موظفة سعودية في قطاع خاص لمدة 10 سنوات وحصلت زيادة للموظفين في قسمي وأنا لا، ولما سألت قالوا الراتب حقك كبير، هل هذا قانوني أن لا توجد زيادة سنوية للراتب؟ كل اللي حوالينا أخذوا زيادة اللي هي حسب سياسة الشركة. إذا سياسة الشركة زيادة في زيادات سنوية للموظفين أيا كان راتبك، طالما هذه سياسة شركة تطبق السياسة على جميع الموظفين ومن حقك تعترضي والطالب بالزيادة. من حقها. نعم. يلا نرجع للاتصالات مرة ثانية، نأخذ أخونا أحمد نقول ألو. ألو أخوي أحمد، كيف حالكم؟ طيبين؟ تمام الحمد لله، حياك يا أحمد تفضل. أهلا وسهلا بك. الحمد لله. والله أنا أشوف أن إدخال الشركات الأجنبية ذات التكنولوجيا العالية جدا بتكون فايدة كبيرة على البلد من أكيد. ناحية واحد إن هي بتشغل مجموعة من الشباب والخريجين اللي هم المؤهلين، تمام، اللي هم مؤهلين على تعليم عالي، تمام، إن هم يقدروا يسدوا الأماكن هذه. صحيح. وعلى المدى البعيد بيكون يقدروا يتولوا هم زمام الشركات دي هنا موجودة في المملكة. صحيح. ويكونوا قدوة للأجيال اللي هي جاية. بالضبط. بس أنا ما بنصحش بالشركات اللي هي ذات طابع استهلاكي أو الفاست فود، خلاص احنا في منطقه الخليج او المنطقه العربيه بشكل عام يكفينا شركات. انا اعتقد احنا في الخليج استاذ احمد عندنا كل الشركات العالميه في الفاست فود، ما اعتقد انه باقي شركات شعب يحب الاكل. ما في هولندا موجوده، الصين موجود، اليابان موجود، خلاص ما يعني احنا عندنا اكتفاء ذاتي. صحيح. عايزين بقى صناعات، عايزين صناعات وشركات عالميه
فعلا تنهض بالمجتمع ان شاء الله. ان شاء الله بس تستنزف المجتمع. الشركات هنا الفرنشايز بتستهلك المجتمع وتستهلك الفلوس وبتستهلك الصحه كمان. صحيح صحيح. شكرا لك. يا ريت ان احنا يعني نعمل ورشه عمل لجميع الوزارات كلها يتحدوا مع بعض تحت ورشه واحده تمام عشان ننهض بالصناعه الحقيقيه. حلو. اللي هي تجيب عمله صعبه وتحافظ على عمله البلد ان شاء الله. شكرا. ممكن يتم انتقاء الشركات ممكن اللي تدخل البلد؟ لا الملك عبد الله فتح يعني كلمه يكون مسموح اي احد مسموح اي احد يعني اكيد في ضوابط معينه ولكن عمليه الانتقاء مش عشوائيه حسب حاجه السوق حسب حاجه في البلد لكن اي شركه غذائيه او تجاريه او صناعيه عندها القدره وعندها الكفاءه وعندها الكواليتي ما اعتقد انه يعني عندها معوق ما تدخل السوق. نعم نرجع حق اتصالاتنا. عيد العنزي او فارس. فارس من الرياض. هلا بك. والله هلا بك زود. حياك اخوي فارس تفضل. انا طال عمرك عندي بس مداخله بسيطه بخصوص الدكتور نضال. اعتقد الدكتور نضال او المحامي بالضبط. نضال الدكتور نضال محامي مستشار الدكتور قانون. نضال هلا بك. والله حياك الله اخوي. هلا طال عمرك. انا عندي مداخلتي البسيطه قد تكون يمكن انتقاد بسيط للطرح اللي انت طرحته بخصوص ان العولمه والحضاره ونقل يعني التكنولوجيا. انا اعتقد انها موجوده التكنولوجيا في البلد يعني منذ عقود وكانت لنا تجربه يعني في قضيه الاستثمار يعني أو كانت عندنا تجربة قد تكون تجربة بسيطة وخجولة ولكنها يعني رمت بظلال سيئة للأسف الشديد على الأسواق المحلية خاصة أن أنت لما تيجي طيب. تقولي والله أنا في قضية الاستثمار جلب رؤوس الأموال مع جلب رؤوس الأموال مع الاستثمار في المملكة بشتى أنواع الاستثمارات مهنا خلاف المشكلة تكمن في قضية إيش انه المسمى تبعها براق وانا اعتقد انه مسمى يعني جميل جدا جدا عمليه انه انت لما تيجي تقول والله في استثمار ما في احد راح يخالف الكلام هذا لكن في الحقيقه انه مش استثمار هو استنزاف هي عمليه طيب. انه لما يجي راس مال الهدف منه انه يستثمر في البلد سواء في فارس فارس او من الخامات الموجوده عندنا. طيب شكرا. يلا سم ابشر يا فارس. يا رشا حاب ترد على انا بس نقطه واحده حقيقه اشكرك على مداخلتك لكن ابغى اضيف على موضوع التكنولوجيا. انا خليني اعطيك مثال واحد وانت قيس عليه. الاجهزه المستخدمه هنا في 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 اشعه في المستشفيات في الاكس راي الاجهزه اللي مستخدمه هنا عندك في المملكه وانت تقول كل التكنولوجيا موجوده في المملكه. الاجهزه اللي بتستخدم عندك في المملكه هم من 20 سنه بطلوا يستخدموها. لو رحت أمريكا الآن أو رحت أوروبا هتلاقي الأجهزة الموجودة هناك مختلفة تماما عن وأحدث بعشرات المرات من الأجهزة الموجودة عندك. فما فيك تقول إنه التكنولوجيا كلها موجودة في المملكة في الوقت الحالي. شكرا أكيد لك. أكيد حتى السيارات أتوقع أنهم حتى يمكن هم عندهم صار نوعية جديدة ما بتوصلنا لحين كل شيء أساسا بيوصلنا بعد فترة. ناخذ عيد العنزي. عيد سلام يا هلا عليكم. السلام حياك الله أخوي عيد. يعطيك العافية أختي. يعافيك الرحمن إن شاء الله. وأشكرك على هالطرح ذا. فعلا الملك سلمان فتحت فرصة كبيرة ومعناها اتخذت الدراسة الصح وفتحت حتى المجال الوظيفي للمواطنين السعوديين. صحيح. نشكر الملك سلمان ونشكر كل من ساهم في هالموضوع. شكرا لك. بارك الله فيك. حبيت أسلم عليكم وأشكر كل من ساهم بهالشيء هذا وبارك الله فيكم. تسلم تسلم أخوي عيد على رأسنا. شكرا. ناخذ اخونا هادي. في ناس ايجابيين في ناس عندهم نظره ايجابيه وعندهم نظره للمستقبل وعندهم امل وعندهم طموح وفي ناس نبي فرص وظيفيه. يا دكتور نضال نبي فرص وظيفيه يعني الشباب حيتطورون يعني اللي انا قاعد الحين استثمر شاب بطوره مثلا بقعد اطوره في 3 شهور 6 شهور ممكن هو باحتكاكه بال في الاجانب الفرص الوظيفيه اللي هذه تجي يتطور سريع خلال شهر ممكن يتطور بشكل اسرع مني اقعد اطور فيه سنه كامله. هذا اللي أنا يعني ويمكن عندنا أسوة شركة أرامكو السعودية كيف بدت كيف موظفينها ما شاء الله تبارك الله كيف العقول عندنا. أبسط مثال أحسنتي أبسط مثال الآن شوف موظفي أرامكو بالضبط. هم الأكفأ على الإطلاق على مستوى جميع الشركات الأخرى والتزام في كل حاجة مش بس الموظفين واللي أسسوا شركة أرامكو السعودية أبنائهم الأجيال اللي جاء عقب كذا. ناخذ أبو محمد ما شاء الله الاتصالات نحاول ناخذها كلها ناخذ أو هادي
هادي انا راح انتقل على طول دايركت تسمعوني من الموبايل لان على طول حنتقل الاتصال اللي بعده. ابو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا اختي انت والدكتوره نضال. مساك الله بالخير. يعني بس الدكتور هل نظام التجزئه هذا راح يشمل السيارات او لا؟ يعني شركات السيارات هيشمل. يعني ممكن السيارات راح ترخص؟ ممكن جميع المنتجات اللي انت تتوقعها، سيارات، ممكن طائرات صغيرة، ممكن ما نبغى طائرات، احنا نبغى سيارات. سيارات حق. ليش ما تبي طائرات؟ بتخلص سعر التذاكر يا معود. ممكن حجوزات، افكر اخذ طيارة. حجوزات بالعكس قد تكون. شوف بعد انا اتوقع بعد سنوات، بعد 20 30 سنة اتوقع انه حيكون سعر الطيارات الصغيرة في متناول اليد. من يعني ممكن انا استغنى عن اروح اجي للدوام بطياره. يعني اذا كان عندك قدره تشتري طياره، يعني مش متناول اليد لاي احد، لكن لانه في الاخير الطائره مكلفه بكل الاحوال. يعني اكيد صحيح. طيب احنا حنريحك شوي دكتور نضال، راح نطلع فاصل سريع بس اكيد راح نرجع نواصل معاكم ومع ضيفنا لليوم المحامي والمستشار القانوني الدكتور نضال عطاء. اسئلتكم واستفساراتكم اللي حابين تطرحونها عبر الاس ام اس، ومثل ما بقول لكم كل مره الاس ام اس هم اللي لهم الاولويه في اني اطرح اسئلتهم. اس تي سي على 84777000 84777000. وبالنسبه لخط هاتفنا راح يكون على طبعا 012 61 61 100، 012 61 61 100. وتويتر ما شاء الله انا شايف المسجات، عفوا التويتات، اكيد راح ابدا فيها بعد عقب الفاصل. فاصل سريع وراح نرجع نواصل، فابقوا معنا. طاقات بلا حدود مع امين العبد الله. راح ارجع ابدا بالمسجات. احد الاخوان بيقول، ولا خليني اخذ في تغريده جدا مهمه دكتور نضال. عبد الله الصيعري بيقول جيد فتح الاسواق، الاهم الالتزام او التزام الشركات في التوطين، لان للاسف اغلب الشركات تتجه للتوطين بالتواء وتلاعب. تتوقع حيصير الشيء هذا التواء وتلاعب؟ اتوقع انه لا اتوقع انه يحصل هذا الشيء، لانه الآن لو لاحظنا في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة مع الأنظمة الجديدة الخاصة بتلاعب بعض الشركات في موضوع التوطين، أثر بشكل إيجابي كبير جدا على تقليل هذا التلاعب، وأصبح هناك غرامات وعقوبات لمن يتلاعب بهذا الباب، وأصبح في ربط بين جميع الدوائر والأجهزة الحكومية والتجارة ومكتب العمل والتأمينات، فأصبح عملية التوطين والتلاعب فيها صعب. هذا جانب. الجانب الآخر، هذه الشركات الأجنبية تأكد يا أخوان إنها ما هتقدر تيجي بكل موظفيها وبكل كوادرها تشتغل هنا، هتيجي بعشرة بعشرين بثلاثين بأربعين في المية من الكوادر، الستين في المية حيكونوا من الداخل السوق السعودي، وهذا بكرة الأيام حتثبت. نعم، أنت لما تكلمت في هالموضوع ركزت على القطاع الصحي في البداية. نعم. معانا مسج من الدكتور أسامة يقول دكتور أسامة أنا مقيم فلسطيني، هل سيكون بإمكاني إنشاء مركز طبي بعد استيفاء شروط وزارة الصحة دون الشراكة مع مستثمر سعودي؟ وهل هناك مبلغ ضمان أو حد أدنى لرأس المال أو الاستثمار؟ موضوع رأس المال خليني أجاوبك على الثاني قبل الأولاني. موضوع رأس المال هذا لسه لما ينزل النظام بحذافيره بضوابطه بمواضيع رأس المال وخلافه، هذا ننتظر حتى نشوف أولياء الأمور وأصحاب القرار والجهة التشريعية تعطيك أو تطرح على السوق الأنظمة ما تم تشريعه. أما بالنسبة لكونك دكتور فلسطيني أخ لنا، أكيد السوق حينفتح أمام الكل، أمام الكل. نعم. فلسطيني، أردني، أمريكي، بريطاني، ما لا نفرق، المملكة لا تفرق بين جميع الجنسيات. أخوي جعفر كاظم رسلت مسج جاوب الدكتور الحين دكتور نضال، هو يجاوب على الدكتور سامي لأنه كان سؤال هل الاستثمار فقط للشركات الأمريكية أو إنه متاح؟ لا متاح للجميع. نرجع حق اتصالاتنا على 012-61-61-100 والاس ام اس STC فقط 84-77-00. ناخذ معنا المستشار القانوني الأستاذ خالد الثقفي. يسعد مساك أستاذ خالد، مستشار قانوني معنا. يا هلا حيا دكتور. اهلا وسهلا. عشان اختصر عشان ما تفضل تعجلوا بقطع المكالمه زي ما قطعت على الاخ، خلي له ملاحظه عليك. تفضل. هو حقيقه انا ايد كلامه، والتكنولوجيا وصلت، التكنولوجيا ولله الحمد. نعم. وقد يكون بعض الاحيان في بلد المنشا، ما اقول انها
وصلتنا انتشارها أكثر ما هي منتشرة في بلد المنشأ. نعم. بالنسبة للاستثمار الأجنبي السابق هو كانت الدمار الأجنبي وليس الاستثمار الأجنبي سابقا. نعم. وأنا شاركت في حلقتين مع الأستاذ داود الشريان بخصوص الاستثمار الأجنبي وكان له الفضل بعد الله في كشف حقائق الدمار الأجنبي اللي كان حاصل. نعم. لأن ما كان مستثمرين أجانب ويمكن تعرف الشيء هذا. نعم. كان فقط ما أقدر أقول أتكلم عنه لكن كانوا بشرية موجودة هنا استنزفوا الأموال الموجودة هنا بتسهيلات الموجودة من التخطيط الفاشل للاستثمار الأجنبي سابقا. نعم. في يد بالكلام وكان يبيعوها. نعم. عموما الاستثمار الحقيقي اللي هو فعلا حقيقي الآن اللي هو الآن صدر من خالد بن حرمين الشربين الله يطول عمره اللي هو دخول الشركات حقيقة بنفسها موجودة هنا التجزئة. نعم. هذا هو الاستثمار الحقيقي. نعم. يدخل التكنولوجيا يدخل كل شيء يدخل الأمور الجميعة. فأنا قرار حكيم وقرار في محله كان سابقا فكان دمار أجنبي. طيب. ليس استثمار أجنبي. نعم. هذه ملاحظتي وأشكرك يا دكتور. شكرا لك. بس لا 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 لحظة. التكنولوجيا إن شاء الله وصلت التكنولوجيا بإذن الله الموجودة خارجة ما في شيء اسمه عشرات السنين أو هذا. أنت ما شاء الله تبارك الله دكتور طمعتني كنت ناوي بيع السيارة واشتري طيارة على طول. إن شاء الله إن شاء الله. يلا شكرا لك أستاذ خالد. العفو شكرا لك يا أهلا سهلا أهلا بالزميل معنا ترى حلنا يعني أستاذ خاطرة ما نقطع الاتصال يعني دائما نخليهم المتصلين حتى اللي بينتقدون بالعكس على الرحب والسعة حتى اللي بينتقد احنا بناخذ الانتقاد هذا ناخذه بصورة إيجابية لأننا في الأخير كلنا بنستفيد من بعض تنتقدني وأنتقدك دي الفائدة ما في مانع ودي الفائدة الحقيقية. نعم حاب تعلق على كلامه. لا الحقيقة طبعا أستاذ خالد زميلنا وأخونا أكيد أحترم كلامه وأحترم وجهة نظره وكل ما ذكره صحيح وسبق أنا في أول الحلقة قلنا إنه كانت التجربة الغير ناجحة أنا ما سميتها غير كده أنت سميتها مسميات أخرى بالنسبة لموضوع ساجي أو هيئة الاستثمار لكن إن شاء الله أعتقد إنه المحاولة الأولى الفاشلة إن شاء الله تنتقل إلى محاولة ناجحة لأنها حتستفيد من أخطائها الأولى. بالضبط والمواطن السعودي ما هو غبي يا دكتور نضال لما يكون متاح أمامه خيارات كثيرة بيعرف ينتقي الشيء الجيد من الشيء الغير الجيد. شوفي يعني. مدال جبتي سيرة المواطن السعودي وأنا أقولها مش بصفتي يعني بأجامل أو بحاول أني أنا كوني سعودي بقول أنه أنا أختي لو رحتي العالم كله لو رحتي أمريكا أستراليا كندا ألمانيا هتلاقي كوادر سعودية من أدكاترة ومن مهندسين ومن علماء ومن مثقفين الآن لو لاحظتي لو تابعت الأخبار العالمية أبرز الأشخاص اللي الآن في هذا الزمن مخترعين ومبدعين هم سعوديين هذا هو سعودية ناخذ عشان نطول على المستمعين ما شاء الله صبحي جلال الاتصالات أخوي صبحي أستاذ أمينة تدفعولي حق الفاتورة لان انا على الخط كتير قوي والله لو تشوف الاتصالات عشان كذا انا قاعد اقول عشان حبا في الاذاعه نضحي ما فيش مشكله يا هلا فيك واحنا سعيدين بهالمشاركه صغيرتين لو تسمحي لي اكيد تفضل الهوا لك بقى يا صبح مش هتكلم الاولى الاستاذ المحامي دايما بيقرر الملك عبد الله رحمه الله وطبعا كلنا بنحب الملك عبد الله لكن هو الملك سلمان الملاحظه الثانيه النهارده لما بنزل انا مصر واشوف منتج سعودي بامانه بثق فيه وسالت مصريين كتير هل بتثق في المنتج ده وفي منتجات سعوديه كتير غاسيه القاهره او مصر عموما والدول العربيه فبيقولوا اه والله بصراحه صناعتهم محترمه فيها امانه فيها ثقه فاذا احنا ليه ما نعملش زي الاخ اللي كان بيتكلم من شويه قبلي بصراحه انا اتمنى يكون المنتج كله سعودي خالص ما يجيبليش واحد هو همه النهارده طمع في السعوديه أصنع في المال السعودي فأجيب قرشين أعمل بيهم تكنولوجيا طب أنا أقدر أعملها هنا في السعودية بنفسي وفي الآخر العائد يعود إلى الشعب السعودي للمواطن السعودي أنا أخذ منك التكنولوجيا وأصنعها هنا صحيح دي وجهة نظر شكرا لكم وشكرا لك يا صبحي والسموحة والسموحة ولهمك أعوضك مرة ثانية هو على كلمة الملك عبد الله أنا ما أدري يعني أنا أو أنت اللي حتى لو قلنا الملك عبد الله يعني كلهم يعني ما في كلهم عينين في راس اكيد وكلنا نحبهم كلهم الله يرحمه اللي يرحمه. مات ويبارك نعم. في اللي موجود امين يا رب نعم حابة تعلقوا ناخذ هذه يلا الو السلام عليكم عليكم السلام حياك الله اخوي هادي الله يحييك انا عندي استفسار عن الشيء الدكتور تفضل
دكتور انا امسي عليك اول بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور يا اخوي. انا عندي مشكله في الاتصالات يعني حقيقه. انا اخذت عندي كانت شريحه في احد الاتصالات وكانت عندي مشكله انه رافضه هي مسوقه الدفع رافضه تشحن. رحت للمكتب الرئيسي ورحت للمكتب الفرع ورحت ودقيت على الموظفين العملاء وخدمة العملاء ما حد أفادني منهم. كل مرة يرسلوا طلب برضو ما حد أفادني منهم. المهم إشاد الموضوع أنهم سحبوا الرقم من غير أي يعني تبرير أو من غير أي يعني استئذان مني. طب سؤال حقيقية في المطالبة يعني. طبعا يا أخي القانون النظام السعودي أو الحكم السعودي كفل للمواطن أنه يتظلم من أي ضرر لحقه من أي جهة حتى لو كان الجهة دي الدولة مؤسسة من مؤسسات الدولة. فمن حقك يا أخي تشتكي وترفع قضية كمان في المحكمة وتقبل وتسمع وإذا أنت صاحب حق يحكم لك. جميل شكرا لك يا هادي. ناخذ خليل. شكرا لك. يا هلا يعطيك العافية. ناخذ أخونا خليل نقول ألو. ألو خليل. طيب إحنا حنطلع فاصل لكن حب أسأل سؤال. الحين لما يكون مواطن سعودي بيشتغل في شركة أجنبية دكتور نضال بس التظلم فصل تحسب أي مشكلة ممكن تواجهني مع الشركة الأجنبية هذه إيش راح يكون وضعي؟ مكتب العمل السعودي. المكتب العمل قانون يطبق على الشركة الأجنبية نظام العمل عمال السعودي وتخضع له بقوة سيادة القانون. الشركة الأجنبية. الشركة الأجنبية. حلو. ويصدر أحكام ضدها وتنفذ عليها جبرا وإذا كان الموظف السعودي أو غير السعودي يأخذ حقه بموجب حكم نظامي وينفذ جبرا على الشركة الأجنبية. حلو يعني حتى لو اشتغلت بشركة أجنبية عادي القانون يكفل ويحمي حقوقي كاملة. جميل رح نطلع فاصل سريع لكن أكيد رح نرجع نواصل معك دكتور نضال. أرقامنا اللي حابين يتواصل معنا 012-61-61-100 012-61-61-100 الاستيسي طبعا الاسمس 847700. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. شنو ما كانت مشكلتكم اللي بتواجهونها وبالتحديد بالذات يعني لو كانت مشكلة مهنية معاك مشكلة مع مديرك في العمل رئيسك في العمل عندك مشكلة خلينا نقول مع زميلك بالعمل حتى لو كان مع زوجتك ماكو مشكلة يلا اتصلوا على 012-61-61-100 012-61-61-100 أو عبر الاسمس STC على 847700. طبعا هذول فقط الSTC راح إن شاء الله يجاوب على كل أسئلتكم وكل استفساراتكم المحامي والمستشار القانوني الدكتور نضال عطا. ونقول خالد يسعد مساك أخوي خالد. ألو السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام. من وين أخوي خالد؟ من جدة. طالع من جدة. هلا الرخاء والشدة تفضل أخوي. مساءكم بخير. أول شيء دكتور أستاذ أمينة وضيفك الكريم دكتور الله يحفظك. ثاني شيء عندي ثلاثة دكتور حبيت استعرضها بس ويلت تناقش فيها. تفضل. بالنسبة لنظام السعودة هاي يطبق على الشركات الأجنبية. طيب طيب وأنا كوكيل يعني هل أنا متضرر من هذا القرار ملكي؟ كايش؟ كوكيل هل هو راح يتضرر؟ لا 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 ماني وكيل انا لكن يعني الوكلاء هل هم متضررين من القرار الملكي؟ هذا طيب. الشيء طيب البضاعات ال يسمونها هذا التقليد يعني التقليد انزين؟ ايوه هل ستقمع مع هذا القرار الملكي؟ اوكي ليش ليش؟ تقمع البضاعة التقليد هل حتقمع مع القرار اللي صدر اخيرا؟ طيب شكرا لك يا خالد. شكرا. تفضل دكتور. طيب خلينا اجاوبك. السؤال الاول كان يتكلم عن التوطين هل تجبر الشركات الاجنبيه على التوطين. الحقيقه هو لسه ما ظهر نظام واضح للمشروع والقرار الملكي الكريم لكن انا اتصور 99% انه حتجبر الشركات على التوطين لانه هدف من اهداف دخول الشركات هذه هو توفير الفرص الوظيفية للمواطن السعودي وتطوير إمكانياته وزيادة في خبراته. السؤال الثاني بالنسبة للوكيل
هل يتضرر الوكيل أم لا؟ الحقيقة هذا سؤال ممكن يكون يعني سؤالي يتعلق ماديا أو اقتصاديا بالوكيل، لكن سيدي الملك عبد الله الملك سلمان حفظه الله ورعاه كملك للمملكة العربية السعودية ينظر بصورة مصلحة العامة للمواطن وللشعب أو للشعب السعودي وليس لمصالح خاصة. ثلاثة، موضوع التقليد، التقليد ما له علاقة بالشركات بقرار الملك أو بدخول الشركات الأجنبية، هذا موضوع التقليد هذه مهمة من مهمة وزارة التجارة والغش ممنوعة. أنا أمس توني شايفة في أحد المولات الكبيرة عندنا هنا محل ما شاء الله يعني كل البراند نيمز عنده موجودة بس مقفل، لقيت محاطين عليه بالله من وزارة التجارة. التجارة لو أنت ممنوع. شفت لو شفت أنت أي أحد بيبيع بضاعة مقلدة بلغ وزارة التجارة هتلاقيهم في خلال دقائق موجودين يخدموك ويحموا مصالحك ويحموا من يحموك كمستهلك. نعم، ناخذ سعود البلوي. اخوي سعود اهلا وسهلا، حياك الله. لبيك. حبيت اشارك نقطتين. النقطه الاولى اللي هي كلام الدكتور انه الشيء هذا حيفيد الشباب السعودي، حيستفيد وحيتطوروا، هذا الكلام فعلا صحيح. انا صرت موظف في شركه ارامكو، يعني فعلا تطورت كثير لما دخلت الشركه، استفدت بسبب نظام الشركه. هذا حيكون طبعاً فائدة للموظفين الموجودين في الشركة، يعني هذا الكلام أنا أدعمه صراحة. لكن النقطة الثانية أنه هل الآن الوكلاء الحصريين الموجودين في البلد هل سيتم سحب هذه الوكالات لما تجي الشركة الأم، خصوصاً الشركات لها تأثير كالسيارات والأجهزة الذكية واللي يستعملها بعض المشروبات الغازية. بالضبط. نعم، سؤال جداً رائع. أول شيء مشاركتك جميلة، أشكرك عليها، لأنه أولا أنت يعني بردت على قلوبنا بأنه أنه فعلا في فائدة. نحن في الأول والأخير القرار الملكي بنقول أنه في فائدة، وأي شيء في الدنيا يا إخوان له إيجابيات وله سلبيات. أي شيء جديد دكتور، أي شيء في الدنيا كلها صحيح. أنت المتفائل حينظر بإيجابية والمتشائم حينظر بسلبية. أشكرك على مداخلتك الأولى. بالنسبة لموضوعك مداخلتك الثانية صاحب الوكالات، الوكالات معتمدة بين الوكيل والشركة على عقود محددة المدة. العقد هذا مدته 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، أيا كان. وقت ما تنتهي مدة هذه الوكالة الشركة لها الحق، حتى لو دخلت المملكة، بعض شروط الوكالات أنه ليس من حق الشركة الأم دخول المملكة أو إعطاء الوكالة لطرف آخر. بالضبط. معناته ما حتقدر تدخل الشركة إلى أن تنتهي علاقتها أو عقدها مع الوكالة السعودية أو الوكيل السعودي. لكن إذا لا يوجد هذا الشرط هتدخل الشركة الأجنبية وحيكون موجود الوكيل أو الموزع خلينا نسميه، وتستمروا الاثنين يشتغلوا، لأنه في الأخير هم الاثنين في بوتقة واحدة وفي مصلحة واحدة ومصلحتهم مشتركة. صحيح. فما تخاف على الناس اللي بتشتغل في البزنس لأنهم بيعرفوا كيف يكسبوا. أكيد. ناخذ مشاري. عبد الله مشاري، ارحبوا. يلا حيوا. يحييك زودي. هلا ومرحبا. مرحبا. يا هلا فيكم، الله يعطيكم العافيه. انا الحقيقه فهمت من الموضوع الحلقه انه عن الشركات العالميه اللي راح تدخل السوق السعودي عن قريب ان شاء الله. طيب انا اول شيء لازم يعني اقول لكم انا اشكركم الحقيقه على انكم طرحتوا هذا الموضوع. الحاجه الثانيه، لازم انه الواحد يعني قبل كل شيء لما يجي يفتح شركه لازم ينظر لمعدل البطاله في السعوديه كم. حلو، ممكن لازم يحاول قد ما يقدر انه يستقطب شباب سعودي ثم يقوم بتطويرهم وتدريبهم من اجل انه يعني يجعل حتى يعني يدفع بالشباب السعودي للامام. وتاكد يا مشاري وزاره العمل، وزاره العمل راح تضغط على الشركات الاجنبيه زي ما هي قاعده تضغط تدريب على الشركات السعوديه الان. نعم، انهم يوطنون انه مكتب انه طبعا وزاره العمل والعمال نتمنى منها انها تقوم بالضغط على الشركات بتوظيف سعوديين ان شاء الله. هذا اللي تسمح لي يا اخوي اقول لك على معلومه كمان تفيدك وتفيدني وتفيد المجتمع. تفضل استاذي. الله يحفظك. زي ما انت تفضلت، انت اليوم تبغى توظف او تبغى تخدم الشاب السعودي لازم تدربه ولازم تاهله. صحيح. احسنت فيما قلت، 100% كلامك صحيح، لكن للاسف الشركات السعوديه لما تيجي تلاقي يدور على موظف سعودي لكن ما بتلاقي، وما ما بيهتم بتدريبه بتطويره بتقديم دورات له بتطوير مهاراته، للأسف هذا غير موجود. لكن تأكد إنه الشركات العالمية عندها دائما كل سنة خطة في تطوير وتدريب موظفيها.
ده موجود تلاقيه في معظم الشركات العالمية سيما الشركات الكبرى، سيما الشركات الكبرى دائما عندها هذا. فتأكد انه حتلاقي الشركات دي بكرة حتوظف السعوديين وحتطورهم وحتدربهم، فهذا حينعكس على المجتمع وعلى حتى الشركات المحلية هتجبر انها تتعامل بنفس الاسلوب عشان تقدر الله. تنافس صحيح. الشركات العالمية نفس الشاب لما ياخذ اكسبيرينس او ياخذ خبرة عالية من شركة وممكن يلقي عروض صح وظيفية أكيد. براتب جدا أكيد. عالي أكيد. رح يصير الشاب السعودي او البنت السعودية رح يصير عالمي نفس دائما احنا بنقول بيجيبون برا بيحطونهم رؤساء علينا. انتم بكرة لما تتعلمون منهم وتاخذون من خبراتهم راح تكونون انتم منتج عالمي. نفس الحكاية انتم كشباب حتكونون منتجات عالمية، خبراتكم راح تكون عالية. هذا اللي نفكر فيه احنا. عبد اللطيف لان الوقت يعني المفروض ان نختم، ناخذ عبد اللطيف بس انا حاخذ الاسم السلمى. يا هلا حياك. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالك اخوي استاذ ايمانه كيف الحال؟ تمام الحمد لله. طيبين وبخير الحمد لله. تفضل سؤالك. سؤالي اولا امسي عليكم امسي على الضيف اللي معك يا استاذه الله يبارك مساك الله بالنور. وفي سؤالي ان مكاتب الاستخدام للعماله المنزليه طاوفت عليها الان يمكن 6 شهور وما جت الجهه الجهات الرسميه حضرتك تكون عن طريق مكتب العمل والعمال ممكن تقدم عليهم شكوى. طيب. بعدين جات قرار ان حولوهم الى وزاره الداخليه، وين اروح؟ هذا السؤال يعني. طيب شكرا اخوي. تفضل. حقيقه يعني انت بتسال سؤال نحن ما عندنا اجابه له لانه ده متعلق ب يعني قرارات سياديه. ننتظر حتى تشوف الامور تنتهي فين، هل حتستقر في وزاره الخارجيه وحتبدا التاشيرات والمعاملات العماله المنزليه عن طريق الخارجيه، والا تبقى كما هي الان. ننتظر حتى نشوف ايش النتيجه وان شاء الله خير، بس في القريب العاجل حتسمع نتائج طيبه كما اعرف او كما اعرف. عندي دقيقه دكتور نضال نجاوب على السريع. دكتور انا راتبي 6000 ريال و10 ايام انا ما اشوف شيء من الراتب، وعندي قرض بنكي الظاهر يعني 10 6 ايام ما نزل الراتب له. طيب السؤال مو واضح. طب حاخذ اعلن وزير التجاره ان القرار للشركات الامريكيه فقط في مجالات محدده لا تتجاوز 12 نشاط. خالد القحطاني هذا بعض الجرائد بتكتب ذا الكلام، وفي بعض الجهات بتقول، والبعض الاخر بيقول لا انه امام الشركات العالميه بالضبط. ما زلنا ايضا ننتظر النظام او التعليمات اللي حتصدر من الجهات السياديه او الجهات التشريعيه في المملكه. في سؤال حختم بهالسؤال يقول هل تتوقعون، حياكم الله قال اول شيء بعدين كتب، هل تتوقعون الرواتب راح تكون عند الشركات الاجنبيه اكثر من الشركات المحليه؟ يعني ممكن مش في البدايه، لكن مع تطوير الموظفين حيرتفع سعر الموظف نفسه. سعر الموظف. عموما شكرا لك اخوي منير. يقول ادري سؤالي دمار بس بالعكس سؤال جيد في مكانه يعني. بس ابغى اضيف نقطه اخيره بسرعه، انه سواء كانت شركات عالميه مفتوحه لكل العالم او للشركات الامريكيه في الاخير النتيجه واحده. نحن بنتكلم على خبرات اجنبيه سواء كانت من مختلف انحاء العالم او من امريكا، الموضوع سيان بالنسبه لنا. نحن بنتكلم على الايجابيات والفوائد. نعم. ونسال الله التوفيق ان شاء الله. شكرا لك دكتور نضال. مستمعينا الكرام كان معي على مدى ساعه كامله المحامي والمستشار القانوني الدكتور نضال العطا، وكان اليوم موضوعنا عن الاستثمار طبعا في السوق السعودي، الاستثمار الاجنبي، تبعاته معوقاته وفوائده. اللي ما سمع الحلقه ان شاء الله تقدرون عقب يومين تسمعونا طبعا عبر تويتر، قناتنا بتويتر. كل الشكر اكيد لكل اللي تواصلوا معي اليوم سواء عبر الاس ام اس او عبر مشاركاتكم على صفحتنا بتويتر على @@FM وات نضال عطا. اسئلتكم اللي ما جاوبناها ان شاء الله هو راح يجاوبها على تويتر، وايضا على اكاونتي الشخصي @AminaAbdallah A3M4E، وكل اللي شاركونا اليوم عبر خط هاتفنا. ايضا كل الشكر لزميلتي رشا اندجاني من خلف الاخراج والهندسه الصوتيه. نطروني بكره من 9 إلى 10، بكره ماكو اخبار وسوالف علوم الدار، بكره ان شاء الله في لعبه رح نلعبها مع بعض من 9 إلى 10 صباحا، ومن ثم جاد تواصلي معكم بحكايه او حزايه نستشف منها الكثير من المواعظ والعبر ببرنامج طاقات بلا حدود من الساعه 12 الى الساعه 1 ظهرا. كنت معكم امين العبد الله، الان اترككم مع زميلتي سهى النجار واخبار الف الف اف ام التي دوما تاتيكم على راس الساعه.